السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا دكتور سعد رشيد، استشاري مسالك وأمراض الدكور عقم. هل يوجد علاقة بين آلام فتحة الشرج مثل آلام النسور أو آلام الشرق الشرجي أو حتى آلام البواسير، وبين أعراض مشاكل أو صحة الرجل مثلا مشاكل التبول، مشاكل الانتصاب أو مشاكل آلام القلب؟ الإجابة نعم، والسبب الرئيسي يكمن بوجود علاقة تشريحية ما بين منطقة فتحة الشرج وأيضا ما بين منطقة الخصية والذكر والبروستاتا. بالغالب في حال وجود بواسير أو آلام في فتحة الشرج أو الشرق الشرجي، يكون هناك رسائل عصبية وشدود عضلية لجميع المنطقة تؤثر على الآلام في البروستاتا، الانتصاب، وأيضا في تدفق البول. أيضا يكون هناك أحيانا ألم يجعل الشخص يتجنب القيام بأي علاقة، أو حتى يكون هناك تخوف من عملية التبول بسبب تلك الآلام. حتى أن الإمساك أحيانا يكون له دور كبير في مشاكل وصعوبات التبول. فالإجابة نعم، هناك علاقة واضحة وكبيرة بينهما، والأفضل دائما في حال وجود تلك المشاكل الذهاب إما لطبيب المسالك البولية أو لطبيب الجراحة العامة الذي يختص في طب وعلاج مشاكل فتحة الشرج. ودمتم بصحة وعافية.